قال ناشطون في المعارضة السورية إن مروحيات عسكرية ألقت براميل تحتوي غاز الكلور على بلدة كفر زيتا في ريف حماة ما أسفر عن حالات اختناق عدة. وبث الناشطون أشرطة على موقع يوتيوب تظهر مصابين يتنفسون عبر أجهزة أكسجين، كما أظهر شريط آخر تفكيك أحد البراميل التي لم تنفجر. وفي حماة أيضا قتل عدد من المدنيين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة السلمية. قصف براميل متفجرة على مدينة كفر زيتي، الله أكبر والعزة لله. أما في حمص فقال مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات الحكومية تتقدم في الأحياء المحاصرة لحمص المدينة وتضيق الخناق على مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون عليها. ودائما في حمص انفجرت سيارة مفخخة قرب جامع كعب الأحبار ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. الله أكبر الله أكبر، مدينة البيزان تخصف في رجمات الصواريخ. وبالانتقال إلى حلب، أفادت شبكة سوريا مباشر المعارضة بأن اشتباكات بين مقاتلي الغرفة المشتركة لأهل الشام والقوات الحكومية اندلعت في محيط مبنى فرع المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء غربي مدينة حلب. وقال ناشطون أن العميد حسن عثمان رئيس فرع التحقيق في ذلك الفرع قتل في المعارك. إلى ذلك أطلق سراح 4 صحفيين فرنسيين كانوا مختطفين في سوريا منذ يونيو حزيران الماضي، وهم إدوار إلياس، بيير توريس، ديدي فرانسوا ونيكولا إنا. وذكرت وكالات أنباء تركية أن جنودا أتراك عثروا على 4 صحفيين فرنسيين على الحدود مع سوريا وكانوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين. وكان الصحفيون قد اختطفوا في حوادث منفصلة في سوريا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش بالمسؤولية عن اختطافهم.